متابعي قناة شوف تيفي مباشرة معكم. معنا واحد السيدة يعني اللي حاولت تبدأ تقرأ، يعني تحاول تقرأ لأنها كتبلغ في السن. شحال كتبغي الحاجة؟ شحال السن ديالك؟ العمر؟ ما عرفتيش بالضبط. 80 85 88 يعني كما كنعرفوا متابعي قناة شوف تيفي السن سن غير ارقام. كاين اللي عنده طموح وكيبغي يبدا القرايه ديالو، وغادي نسولها على المسار والحياه ديالها، كيفاش دازت وكيفاش ما كملاتش القرايه وكيفاش جات الفكره باش تقرا، وشكون اللي عاونها في هذا المسار ان شاء الله. وكنتمنى لهم التوفيق. حاجه قلنا المسار ديالك، يعني الحياه ديالك الزوجيه. ولدي انا ولدت وليداتي وكافحت معاهم تقرا وتا كل واحد، وربيت البنيتات كل وحده ربيت ليها بنياتها، وملي كبروا الوليدات مشاو عند والديهم. قلت انا بغيت نقرا. مشيت للحج وانا ما قارياش، وبقى فيا الحال كنبكي الناس غادي نمشيو للحرام وما قارياش، وغنسمع الناس ونقول معاهم، وبقى فيا الحال. وعاهدت نفسي باش نرجع ان شاء الله العمره وانا قاريه شاده الكتاب، وربي البال يا الرغبه ديالي. احمد ربي وشكرت. يعني المستوى الدراسي ديالك قبل يعني في الخمسينات ولا وي؟ لا ما لحقاش الخمسين باش انا وليت نقرا. انا تجوز صغيره انا. وخرجت؟ ولا ما قاريش؟ ما دخلتش المدرسه؟ ما دخلت المدرسه. وكيفاش جاتك الفكره باش بغالي يا سيدي ربي؟ قلت بغيت نقرا القران، قلت بغيت نقرا باش نمشي للحج. الحمد لله دابا كتقرا القران. كتقرا دابا؟ كنشد المصحف ندي وكنقرا. وعلاش قدي كنقرا هذا؟ حتى الفرنسي كتقرا؟ كيعاونوك؟ الحمد لله. لا بديت
عطاني الحروف وكتبهم والمهم الحمد لله. شكون اللي عاونك في هذا يعني باش يعني شكون اللي طيح عليك هذه الفكره باش ترجعي تقراي؟ بوحدي بوحدك بوحدي ما عاونك حتى شي حد؟ ما عاونهم حتى شي حد. ولادك شنو تيقولوا الاولاد؟ ولادي قالوا لي انت زعما كبرتي لينا وليداتنا وكافحتي معنا جلسي وارتاحي. قلت لهم انا بغيت نقرا كيف ما كان الحال، انا بغيت نقرا بغيت نقرا وهذا ما كان. ودابا حاجه باش تعطينا شي نصيحه هذوك الشباب اللي ما تيقراو دابا اللي كتلقاهم كيسلتو من المدرسه وتيهربوا، واش كتعطيهم شي نصيحه دابا حيت تبقى القدوه ديالهم بانك انت واخا كتبغي فات يعني؟ انا كنقول زعما كاين اللي ما قاريش راه ما عنده حتى حاجه والو، اللي ما قاريش راه ما عنده حتى حاجه في حياته والو. خاص لسان يقرا، خاص القرايه راه مهمه، القرايه راه علم. وبغينا نقرا ولا كمل علينا صيدار قضايا راه شي كثير في حياه الانسان. اللي ما قاريش راه غير ما عنده حتى شي حياه والو. بحال دابا قالك سالي سيني واحد الورقه، علاش غتسينيها الا ما شتيش وعرفتي علاش غتسينيها؟ غتمشي تسيني على والو طبيعي، حيت شحال واحد تيوقع في في قضيه النصب تيعطيو يسيني على شي اوراق على شي والمهم هذا الشيء اللي كتب الله وليدي. بغينا نقراو هذا المكان، نقدروا نديروا شي عندك شي كتاب في القران نقدروا نديروا شي تجربه؟ نديروا شي تجربه الحاجه ولا شي حاجه حافظه الحاجه؟ شنو حافظه؟ القران تنشدوا في يدي ونقرا. ما حافظهاش انت؟ حافظه الحمد لله، زعما الايه الاولى حافظه، الصور صغيره حافظه. اه ما كاينش شي مصحف؟ كاين مصحف تيشوف عندها. اه هي عندها عندها مصحف. اه لا هي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عطيني شي كلمة اسم ديالي طه بايكا، مكلف بالأنشطة الثقافية داخل الفضاء الجمعي والأمل، وكذلك بالنسبة لجمعية شباب في الواجهة وجمعية يس سوكسي. البادرة كانت هي بادرة طيبة اقترحنا على رئيس الفضاء الجمعي للأمل السي عبد الفتاح الجراج. هذه البادرة قمنا بها عن طريق جمعية شباب في الواجهة. قمنا قلنا علاش هاد الناس من بعد ما تيدخلوا في برنامج محاربه الاميه تتوقف الحصص ديالهم، علاش ما نمشوش معاهم لابعد هاد اهداف الحياه ديالهم؟ انهم يقراو من بعد ما يتعلموا الحروف ويتعلموا يقراو في العربيه ندوزو معاهم للفرنسيه، يادابتو مزيان الفرنسيه، ينتقلوا انهم ياخذوا الشهاده الابتدائيه، من بعد الشهاده ديال الاعدادي هاد الباك، من بعد ان شاء الله تكون عندنا واحد البادره انهم يدخلوا حتى هما يقراو في كليه بالضبط مده 3 سنوات، وهاد الناس خدامين على تيجيو يقراو. كاين عده اسئله اللي انخرطنا فيها، تنشكروا بمعنوه نشكروا استاذ عثمان، استاذ ايمان، استاذ ضوحى، الاسئله اللي مشاو معنا، وكاين سباقين لنا الفكره بحال الاستاذ عبد العالي، هاد الناس اللي كانوا هما سباقين الفكره اللي قاموا بهاد عاونونا عطاونا يد. وكنت انا كان هاجس الرئيسي عندي هو هذا الانجاح هذا المشروع، والحمد لله تنشوفوا اشياء قدامنا تتجلى
هذا تنطلبوا الحمد لله تنحمدوا عليه الله وانه غادي في تطور يعني بدي ان شاء الله حدو تلمسوا هذيك الثمرات ديال هذا المشروع امام هذه كرساله شخصيه بغيت نحولها للرساله ليهم كذلك هما يقوموا بهذا الغرض عندنا عده مشاريع خدامين فيها زائد واحده اخرى بدي تبداو تتعلموا بعض الاشياء اللي تحتاجوا بحالات بحال الخياطه ولا تقراوها كذلك عند استاذ طاهر بداو تتعلموا عاتيني تنجيب لهم دي فورماسيون تندير لهم في التنميه الذاتيه في السيراميك بزاف الاشياء تنزيدوها لهم وداخلين معهم نطوروا لهم حتى المواهب ديالهم اللي كانت شحال هذه بدات تطور ونفعلوها لهم شحال واحد يقول لك عندي بزاف المواهب غنتعلم الشخص اللي نشوفه يكون اكثر وعي اكثر ثقافه اكثر انتاجيه وما يكونش كما قلت قبيله عطاتنا واحد المثال رائع السيده إيجا قالت لا تموت وانت فارغ ما تموتش وانت فارغ تكون عاطي واحد الانتاجيه شكرا عندنا اصغر ناخذ اصغر مشارك وناخذ عاد شي واحد اخر اليوم اصغر مشاركه نمشي لاصغر مشاركه السلام عليكم انا واحدة من مستفيدات في هذا سميتو اللي في القراية اللي أنا درتها دابا دي 3 سنين ولكن أنا كنت أصلا في قرية غير بدرجة بأنت شجعتني واحد الصديقة ديالي هي اللي قالت لي زيدي نكملو في القرية في الأولى أنا قلت لها لا صافي ما بقيتش باغي قالت لي لا مزيان قالت لي شتك حيلا عندك مستوى في القرية مزيان زيدي تكملي في الأول جيت كنت غير كنجي معاها باش غير نسميتو ما خسرش معاها قلت لها من بعد عجبني الحال لقيت الجمعية تتعلمنا وتتورينا ولقيت بأن كانت شي حوايج مدفونين كانوا مدفونين وعودة كذا بحال طلعوا سبحان الله صافي ملي جيت لقيت راسي كنفهم وكيبان ليا بان اي حاجه ما صعيبه صافي قررت بانني ندخل نيت بجديه وليت كنحضر معاهم وعجبني الحال وسبحان الله لقيت بان الانسان ما عمروش دائما يحتقر راسو يعني الانسان الا بغى يوصل واحد الحاجه خاصه يخدم عليها وغيوصلها هادشي كنشوف